الوغ اللي درنا الان تعليمات ديال صاحب الجلاله واضحه باش نواكبوا الشباب المغربي فيما يخص الابتكار، ولهذا هذا البرنامج اللي توقع اليوم ما بين الفيدراليه اللي كتواكب هاد لي ستارت ابور، هاد الشباب اللي كينشؤوا الشركات ديالهم باش يمكن لهم في المستقبل يكون هذا الابتكار يوصل حتى للمرحله ديال التصنيع. فيها ثلاثه ديال المراحل في هذه الاتفاقيه اللي كتسمى لا بري انكوباسيون قبل ما تنشا الشركه، من بعد ملي كتنشا الشركه باش يمكن هذا الشاب يتواكب من طرف الفيدراليه ومن طرف ماروك بي ام الوكاله اللي كتواكب الشركات الصغرى والمتوسطه، واخيرا المرحله الثالثه وهو مواكبه الشباب باش يمكن لهم هاد الافكار ديالهم وهاد الابتكار ديالهم يوصل للمرحله ديال التصنيع. فهاد المشروع مهم جدا لانه غادي يمكن له يواكب الشباب ديالنا اللي احنا شفنا في هاد الفتره اللي فيها الجائحه كيفاش كان الابتكار في المغرب في المستوى يعني اللائق. فاحنا كنحاولوا في هاد مع هذا البرنامج عفوا اننا نواكبوا الشباب المغربي باش يوصل للمرتبه اللي صاحب الجلاله الله ينصره كيتمناه يوصل لها. شكرا.